بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. الحج عرفة، يوم عرفة ده يوم له خصوصية شديدة سواء للحجاج أو لغير الحجاج، يعني حتى اللي قاعد في بيته في آخر الدنيا بعيد عن جبل عرفة ومنطقة عرفة والحجيج، هو يوم مميز جدا يقدر يدعي فيه طول اليوم ويبقى له طقوس خاصة بيه ويتذكره من السنة للسنة، لأنه ده المفروض أنه هو من السنة للسنة بيغفر، المفروض إن شاء الله بإذن الله ما تقدم أعتقد، ونسأل فيها فضيلة الشيخ. فخلونا كده نعرف يوم عرفة نعمل فيه إيه سواء كنا حجاج أو غير حجاج. فضيلة الشيخ أحمد صباغ، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك يا فندم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك والشر ليس إليك، لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا، لبيك صدقا صدقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك اللهم لبيك. ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسال مع دعاء. صلى على الحبيب. قلبك يطيب، اللهم صل. مغيرين المقدمه صح؟ لان احنا هنتكلم عن يوم هنقوله 1000 يوم ب 1000 يوم، طب بمليون؟ لا، يوم خير من الدنيا وما عليها. يعني اذا كان سيدنا النبي اتكلم عن العشره اللي ذكرناهم قبل كده وقال افضل ايام الدنيا او خير ايام الدنيا ايام العشر، ففي عندنا فاضل وافضل، في عندنا مهم واهم. اهم، فأهم يوم بإجماع واتفاق أهل العلم أهم أيام في السنة العشرة. طب أفضل أيام العشرة يوم عرفة. يوم عرفة يا فندم له مزايا وخصائص، ومن كرم الله تعالى أنه جعل فضل ذلك اليوم يشترك فيه الحاج ومن لم يحج، زي ما حضرتك تفضلت كده. يوم عرفة من خصوصياته أن المكان عرفة واليوم يوم عرفة، يعني اتنين في واحد. احنا بنقول يوم عرفة والناس واقفين على جبل عرفة، مفيش جبل عرفة، جبل الرحمة، الله يفتح عليك، اسمه ايه؟ صعيد عرفة. بس اللي لفت نظري ان ربنا ذكر يوم عرفة في القرآن قال ايه؟ فإذا ها أفضتم من عرفات. عرفات؟ طب عرفات دي تقول لك جمع، واحنا عندنا عرفة ايه؟ واحد. ليه ربنا قال فإذا أفضتم من عرفات؟ بمعنى ايه؟ مش عارف. أفضتم يعني انتهيتم من عرفات؟ عرفات. ليه ما قالش عرفة وقال عرفات في القرآن؟ قال لك عندنا مكان واحد على مدار الدنيا اسمه عرفة. طب ليه ربنا قال عرفات في القرآن؟ قال لك ده مش باعتبار تعدد الأماكن ولكن باعتبار تعدد الأشخاص. يعني إيه تعدد الأشخاص؟ يعني بتلاقي واقف على عرفة الأبيض والأسود والعربي والأجنبي والطويل والقصير، الزي واحد واليوم واحد والزمان واحد والمكان واحد والتلبية واحدة، يقرؤون في مصحف واحد، الله، ويعبدون ربا واحدا ويلبون تلبية واحدة. ولذلك أهل العلم قالوا موقف عرفة هو يوم حشر مصغر. يوم إيه؟ حشر. يوم حشر مصغر. طيب خصائص عرفة، تعالي نبدأ بخصائص عرفة لغير الحج الأول عشان نطبطب عليه ونقول ربنا يرزقك الحج. ولو أنت قاعد نفسك تحج وأخذت بالأسباب ولم يقدر الله لك الحج، أقول لك مبروك عليك يا مولانا الحج. كلام جد؟ إنما الأعمال بالنيات. سيدنا النبي خص المقيمين غير الحجاج بحديث جميل قوي، قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة باقية. بص يا فندم، العبادة الوحيدة اللي ربنا يعطينا فيها أجر مقدم مرتب سنة مقدم قبل ما نشتغلها، لو جه حد من الشغل عندك أو في المكان اللي انت شغال فيه وقال لك والله ده المدير قرر صرف مرتب شهر مقدم، هتعيص. طب لو شهرين؟ يا سلام. طب لو سنة؟ ربنا بيدينا أجر شهر مقدم في عرفة. حتى رمضان يقول إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. طب ليلة القدر؟ من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم إلا عرفة. يديك سنة فايتة وسنة إيه؟ وسنة جاية. لما جيت حسبتها يا دعاء، طبعا ده لمن يستطيع الصيام، أما أصحاب الأعذار فيأخذوا الثواب ده إن شاء الله.
اقول لحضرتك بالنسبه للصيام اللي متعود يصوم طول عمره في الوقت ده وجه حصل له عذر منعه كانه صام. عندنا نص دليل قال صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر اجر الله له من الاجر كما كان يفعل صحيحا مقيما. فعايز اقول لحضرتك اوعى يفوتك صيام يوم عرفه. ما تقوليش انا ما بصومش غير رمضان. اوعى يوم عرفه. شوف يقول ايه: يكفر ذنوب سنتين. ومعايا له دعاء سنتين، السنه فيها كم شهر يا فندم؟ 12. يبقى 12 و12 24. وانا لما جيت حسبتها بين المغرب والعشاء دلوقتي حوالي 16 ساعه. تقريبا المغرب على 8 الا والفجر على 4:10 تقريبا، 16 ساعه صيام. اصوم 16 ساعه، ربنا يغفر لي قبالهم كام؟ 24 شهر. جيت وانا قاعد دلوقتي قسمت 24 شهر مغفره على 16 ساعه صيام، طلعت كل ساعه بتغفر شهر ونص. صيام كل ساعه يعني 60 دقيقة صيام يغفروا لك 45 يوم. وصل؟ والله يضاعفه لمن يشاء. فما فيش حد عنده عقل وعنده إيمان وحابب يتقرب من ربنا يضيع صيام يوم عرفة. ده للمقيم هنا. ولذلك يقول لك صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج. ليه لغير الحاج؟ يعني أنت عايز تبقى هناك وتشاركني هنا كمان؟ كفايه عليك هناك بقى. ايوه صحيح. تمام. طيب ده بالنسبه للحج يا فندم. وبقول لك كانوا اسيادنا الصالحين زمان اذ لم يحجوا كان يعملوا حاجه اسمها يوم عرفه التعريف. ايه تعريف يوم عرفه؟ العلماء علمونا كده. التعريف يوم عرفه ان يجتمعوا في المساجد من عصر يوم عرفه الى مغرب عرفه يدعو ويسبحوا ويذكروا ويقرأوا لعل الله يجمعهم مع اهل الموقف هناك. تمام يا فندم. ايه كمان؟ قال لك على المقيم ان ياخذ هذا الدعاء يمسك فيه بايده واسنانه. قال صلى الله عليه وسلم: ولذلك يوم عرفه يوم دعاء. واحنا في اسال مع دعاء. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده اسمه دعاء ايه؟ بص يا فندم، ده اسمه افضل دعاء في افضل يوم من افضل نبي. ثلاثة في كم؟ نلزم هذا الدعاء. بص عارفه طبعا مع في رمضان كان عندنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا في ليله القدر. لما النبي حدد دعاء بعينه، ايوه، في زمن بعينه، في توقيت بعينه نعمله، امسك في ايدك. عمرك ما هتجيب دعاء احسن من النبي. فسيدنا النبي قال ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفه. ادي واحد. البند الثاني: وخير ما قلته انا والنبيون. وشوف يا حبيبي سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والنبيون من قبل. يعني انا وهم كان كان يوم عرفه كان ليه مقام برضو عند الـ عند الـ عند الانبياء، والدعاء ده موجود. خير الدعاء دعاء يوم عرفه. وخير ما قلته انا من قبل: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اهل العلم قالوا يقولها الحاج ومن لم يحج. نقول كده يا فندم، لو سالت حضرتك سؤال افضل دعاء من افضل نبي في افضل يوم في يوم عرفه، نقول ايه يا فندم؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعرف نجيب دعاء احسن من النبي. امسك في ايدك واسنانك بقى. واحد يقول لك: هو انا دعيت بحاجه؟ انا عندي مرات مطلعه عين عايز ربنا يهديه، وانا عندي جوزي بيلعب بديله عايز ربنا يقطعه له، وعندي ابني مزعل عايز ربنا يهديه. ده دعاء منشغل. من شغله ذكري الله عن مسالتي. لا انت كده تقعدي مكاني بقى. لا كده خلاص. ايوه اعطيته افضل ما اوتي الذاكرين السائلين. ليه يا فندم؟ لان انت بتسال ربنا على كيفك، والله يعطيك على قدره هو. فلما تبقى عليك. ولذلك سيدنا يونس يا فندم قال ايه؟ وزن الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ما قالش خرجني من بطن الحوت، قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وقال: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فانت امسك سبحتك في يوم عرفه يا باشا، وامسك الدعاء ده. يبقى احنا قلنا صيام ودعاء، واعمل بقى اعمال صالحه، صله رحم، شيع جنازه، زور مريض، اضبط نفسك في يوم عرفه. ونداء خاص من قلبي والله للستات الطيبات المحترمات: يوم عرفه مش يوم تنظيف ولا يوم ترتيب ولا يوم طبخ ولا يوم عدم. لا بس بناكل الناس. لا انا بقول ما تشغليش نفسك. بنبقى صايمين فبنعمل اكل. جهاد ده افطار الصائم. ما لسه انا هقولها دي. ماشي. يعني ما تتشغليش يا ست البيت بالمخده والمرتبه والسجاده والبلكونه والحمام وامسح. ده جهاد وده عمل كويس، بس يوم عرفه خليه عباده. ويا سلام للي مش قادر يصوم وكان بيصوم سابقا له الثواب. واللي يصوم او ما بيصومش وعايز اخد ثواب بقى، طب انا عايز اخد بقى ايه؟ سنتين ليا واخد 10 سنين صيام، اعمل ايه يا فندم؟ افطر صائم في عرفه.
لان من فطر صائما كان له مثل ايه؟ مثل اجره دون ان ينقص من اجر الصائم شيء. وبصراحه الواحد لو فطرت واحد في عرفه خدت سنتين، طب اثنين باربعه، طب ثلاثة بقوا ست سنين، ده أحلى حاجة. صراحة الواحد بيتبسط يوم عرفة ده، بيلاقي الأطفال صايمين والكبار كله صايمين، وبنحس إنه يوم زي رمضان. لا هو أفضل من رمضان. يعني لا يعني الناس كلها بتبقى مجتمعة وصايمة. أي نعم. نادرا لما نلاقي حد فاطر يعني. تمام كده احنا اتكلمنا عن مين يا فندم؟ عن ال ماشي ماشي ماشي. طيب اتكلم بقى عن الحجاج. أهل الموقف بقى هناك في عرفة يا فندم. طب ممكن آخد تليفون وبعدين يلا نتكلم عن الحجاج. معانا منى. أيوه. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب. انا فرحانه قوي ان انتم رديتوا عليا والله. شكرا لحضرتك. اتفضلي سؤال. يبارك لكم في صحتكم وفي عمركم يا رب. يا رب يا رب العالمين. انا عايزه بس اسال الشيخ على حاجه مهمه. اتفضلي. في بنت كانت فقيره، يعني هو خالي بيبعت لي فلوس مثلا كل شهر كده ان انا افرقها على المحتاجين الايتام، اجهز عرايس كلام من ده يعني. فانا في واحده جهزتها ولغاية حتى ما عملت لها بسكوت، وبعدين بعد كده مامتها جت قالت العياطة وقالت ان البنت سلفتها بيجيلها مواسم وهي ما بيجيلهاش، وبتبقى مكسوفة ومحرجة وحماتها بتقعد ايه تلقح كلام يعني عليها. فالمهم انا ايه بقيت اديها كل ما يكون في مناسبة ايه حاجة يعني ايه للمواسم بتاعتها. فهي يعني ولادي بيقولوا لي يا ماما ما ينفعش خلاص اتجوزت وبقت عند راجل وكده، بقول لهم انا بكبر بخاطرها بس والله يعني عشان ما تزعلش وتبقى مكسوره قدامهم بس. فانت ريحني وقول لي اعمل ايه يعني. حاضر. شكرا ليك. شكرا ليك. ربنا يتقبل. الاول قبل اي شيء هي تستاذن من صاحب المال. ده رقم ايه؟ واحد. وصيتي انا بقى يا فندم، في عندنا اولويات وضروريات. أيوه. ومن المشاكل اللي بوظت البيوت وخربت الدنيا المواسم. الاب يعني بقى مش لاقي ياكل ويجيب لي بنته موسم في العيد ده، وماله انا 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 بطالب بده طالما ربنا مقدرك والدنيا حلوه، بس هات بالحسنى. وانت اهل اللي هم متجوزين عندهم بنت بقى ما يستنونيش ان انا اجيب، يمكن انا مش في استطاعتي يا جماعه. وايه الناس اللي بقى تعاير يا استاذ بقى فرض ولازم يشيلوا، كانوا زمان يشيلوا ويعيروهم. لا ده ما جابش، لا ده جاب حاجات مع اي كلام. لا ده عارفه الامور الماديه دي يا فندم ده من اكبر اسباب قطع الرحم بين الناس دلوقتي. يقول لك اروح لبنتي ايه اخش عليها بايدي فاضيه؟ لا يا عم، بدل ما اما تخش ايدك فاضيه بدل ما تخشش خالص. ان استطعت هات يا سيدي حاجه على مقسم كده. انما ده في ناس يا فندم بيستدينوا ويستلفوا ويقترضوا عشان يجيبوا لبناتهم. لا انا طالما البنت اتجوزت ولها راجل مسؤولة منه خلاص الله يعينهم مقويم، وانت تستأذني صاحب المال وغيرها اول هي اتجوزت واتسطرت خلاص شوف غيرها اللي ما اتجوزش بقى. طيب قولي بقى يوم عرفة للحجاج. عد معايا واحد يا فندم. يوم عرفة هو اليوم الوحيد، هنقول الوحيد كتير قوي، هو اليوم الوحيد الذي يتنزل الله فيه نهارا. الوحيد الذي يتنزل الله فيه نهارا. دايما يقولوا ايه وينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل، حتى في ليله القدر في الثلث الاخير من الليل. الا في يوم عرفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتنزل ربنا على اهل الموقف في عرفات، يعني في وقت في النهار يباهي باهل الموقف اهل السماء. ويقول يا ملائكتي انظروا الى هؤلاء اتوني شعثا غبرا ضاحينا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم جميعا. الله. في رواية جميلة وبوصي كل واحد محجش ويعرف واحد بيحج يتصل بيه أو يبعت له رسالة أو يوصيه إن يدعي له في يوم عرفة على صعيد عرفة. لها أصل في السنة؟ لها أصل. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من كرم ربنا في يوم عرفة يا فندم، احنا قلنا ربنا تنزل نهارا. اتنين، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر في يوم عرفة للحاج ولمن استغفر له الحاج. يعني في اصل لفكره ايه ادعي لابني ادعي لامي ادعي. طب انا اقول لك يا فندم، ومش لازم انا اما اطلب من دعاء تدعي لي، يعني مطلب من دعاء حلوه دي، لما اطلب منك تدعي لي مش تبقى انت افضل مني، ممكن انا ابقى احسن منك عند ربنا بس دعائك يبقى اقوى. طب ايه رايك في سيدنا النبي لما يطلب من سيدنا عمر يدعي له؟ سيدنا عمر رايح عمره، قال ذهبت لاداء عمره، فبودع سيدنا النبي، فسيدنا النبي قال له لا تنساني يا اخي من دعائك. النبي يجي سيدنا عمر يقول والله هذه الجملة من النبي اني طالب منه ادعي له كانت بالنسبة لي خير من الدنيا وما عليها.
انا مش مصدق ان النبي بيقول لي ايه، ها ادعيلي. فانا بقول لو انت تعرف حد هناك وصيه وذكره ان يدعيلك. يبقى الله يتنزل نهارا يغفر الله فيه للحاج ويستغفر له الحاج. هو اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد دي تعتبر دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام، ده من اعلى الادعيه. ده انا نفسي بقى الناس احنا كده بندعي للنبي عليه الصلاه والسلام. ما هو عندنا فيه كان شيخ الله يرحمه لما حد يجي يقول له دي وصيه انا بنقلها بقى، كان حد يجي يقول له انا نفسي اخلف يقول له عليك بحديث ابي، سيدنا ابي. واحد جه يقول له ابني عايز ربنا يهديه، عليك بحديث ابي. واحد قال له عربيتي اتسرقت، قال له خذ بالاسباب وعليك بحديث ابي. فسالناه احنا صغيرين ايه حديث ابي، قال في واحد اسمه ابي بن كعب جه لسيدنا النبي قال له يا رسول الله اني اكثر من الصلاه يعني من الدعاء، فكم اجعل لك من دعائي؟ اهو الربع. النبي سكت قال له يكفي وان زدت فخير لك. طب نص دعائي 50% يبقى صلاه وسلام عليك، قال له يكفي وان زدت فخير لك. طب التلتين يكفي وان زدت فخير لك. طب اجعل لك كل دعائي، مش هدعي خالص غير اصلي واسلم عليك. النبي قال له ان فعلت اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى ايه؟ همك. يعني اي حاجه همك في الدنيا ومزعلك ربنا يصلح حالك. طب وفي الاخره يغفر ذنبك. فاقصى مطالب الدنيا ان يكفي الله العبد ما اهمه، واقصى مطالب الاخره ان يغفر الله للعبد ذنبه، وكلاهما مضمونان بكثرات الصلاه والسلام على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه تاني؟ نكمل. يتنزل نهارا يغفر الله للحاج ونستغفر له الحاج. يوم عرفه يوم عتق من النار. يا راجل انتوا معتقدين ان العتق في رمضان خلص مش هيعتقنا رمضان الجاي يبقى هنروح كلنا النار؟ قال صلى الله عليه وسلم يا سلام العتق طول السنه كوم وفي عرفه كوم تاني لوحده. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم بما في رمضان بما في ليله القدر، يلا يا سيدي، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. فسر لي الحديث كده بقى باللغه بتاعت الدعاء كده. ماشي، يعني ما فيش احسن من اليوم ده اكتر عدد. اكتر عدد على مدار السنه كلها هيتم عتق رقبتهم من النار. أيوة. في يوم عرفه للحاج وغير الحاج. بس يطلبوا ولا يطلبوا بقى ولا ما يطلبوش؟ لا يطلبوا، ما اللهم اعتق رقبنا من النار. طيب بص يا فندم، ايه كمان يقول لك؟ رغم ان عرفه ده يوم عظيم ويوم كريم الا انه اصعب واسود وأثقل يوم على مين؟ على مين؟ بعد الفاصل؟ نقول بعد الفاصل. طيب رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. يوم عرفة على قد ما هو حلو قوي لينا، على قد ما هو يوم سيء على مين؟ على إبليس، على إبليس، على شوشو. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مالك في الموطأ، أصعب وأثقل وأهم يوم على إبليس هو يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر، بجمع الروايات، ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وفي رواية إبليس يولي ويحفي التراب على رأسه ويقول يا ويلي يا مصيبتي يا خراب بيتي. ليه اللي مزعلك يا عمنا؟ مش يا عمنا ولا حاجة، اللي مزعلك يا عم شوشو؟ قال أضلهم طول العام ويغفر لهم ربهم في يوم واحد. اللي انا ببنيه طول السنه بيتهد في اليوم، في يوم ده. فاوعى تضيع ثانيه ولا لحظه في هذا اليوم. ويوم عرفه يا فندم هو يوم اتمام النعمه واكمال الدين. يوم ايه؟ اتمام النعمه واكمال الدين. اليوم الله يفتح عليك اكملت لكم دينكم. الله يفتح عليك. نزلت على سيدنا النبي، جه واحد من اليهود لسيدنا عمر قال له يا عمر يا امير المؤمنين إن عندكم آية في قرآنكم لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها لنا عيدا. عيد. ده درسين، ده حافظين، ده مركزين. أيوة. فسيدنا عمر قال له قول يا عم. قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسيدنا عمر قال له والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، وقد اتخذنا يومها لنا عيدا. فربنا تمم النعمة، اليوم أكملت لكم أتممت أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ممكن نظرة سريعة في الآية دي؟ هسألك سؤال. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إيه هي مع الدين قال أكملت، مع النعمة قال أتممت. يعني في فرق بين الكمال والتمام. ده شغلنا بقى، شغلنا احنا بقى. إيه الفرق بين الكمال والتمام؟ بص يا فندم، لما نجيب كوب مية وباقي فيه شوية بنقول إيه؟ كمل، كمله. آه. طب لو اكتمل يقبل؟ لا. الله يفتح عليك. إنما ممكن أنا بني جدار أو عامل شقة وأقول تممها بقى، أو واحد بيتجوز يقول ربنا يتممها بإيه؟ تمم بخير. يبقى الإكمال لا، الكمال لا يقبل الزيادة. الكمال لا يقبل، إنما التمام يقبل الزيادة. فربنا لما جه عند الدين قال أكملت لكم دينكم، الدين قد اكتمل لا يقبل الزيادة. إنما أتممت عليكم نعمتي، فالنعمة كل يوم في إيه؟ كل ثانية في ازدياد. الملفت كمان إن مع الدين قال دينكم، ومع النعمة قال نعمتي. إيه العظمة دي؟ ليه قال دينكم؟ لو قال اليوم أكملت لكم ديني كان يظن الظن إن الدين ده لصالح ربنا. لا، دين الدين لله، بس لصالحنا إحنا، لنفعنا إحنا. لكن الله لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. أنت دينت والتزمت فهذا لك، ما التزمتش فهذا عليك. وذلك ده دينكم، وهناك سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين. إنما نعمتي، لأنه لا مصدر للنعمة إلا من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لا تحصو. طب أخذ اتصال. سحر. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبة. من فضلك دعاء، كان في آية بتقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون. وأكثرهم الفاسقون. نعم. وأكثرهم الفاسقون. نعم. مين المقصود بالمؤمنون هنا في أهل الكتاب؟ حاضر. الحاجة الثانية، يوم عرفة يوم جميل، والذبح والأضحية. عايزة مولانا بس يوجه، مش في يوم عرفة الذبح والأضحية، في يوم العيد. في يوم العيد، أنا أسفة يعني بجمعهم مع بعض. عايزة فضلت الشيخ بس يوجه كلمة للناس المقتدرة الغنية ومش بيتبحوا، هل دول عليهم وزر؟ طيب حاضر، دول عايزين الدبح. شكرا. حاضر. ليه بس كده؟ ممكن يكون في عزم لازمهم يعني. طيب خلينا نسأل الأول من هم. هي أنا قلت هتسأل من هم الفاسقون، قالت لا، من هم المؤمنون. من هم المؤمنون؟ يعني بكتابهم ودينهم. قول لنا الآية قبل بقى. التحريف. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. المؤمنون قبل التحريف، وأكثرهم الفاسقون بعد التحريف. فسقوا، فسقوا يعني خرجوا من الدين. إنما هم لو آمنوا بسيدنا النبي بالقرآن خلاص يبقوا مؤمنين. كده الآية وضحت. طيب اللي معاه مقتدر بس مش بيذبح. بص يا فندم، إحنا نتطرق لسؤال في نص دقيقة اسمه ما حكم الأضحية. الأول عشان نتكى على الناس دول. من العلماء من قالوا أن الأضحية سنة، ومنهم من قال أن الأضحية واجبة على المستطيع. على الإيه؟ المستطيع. سنة، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤي هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا حتى يضحي. فاستدلوا بكلمة إيه؟ وأراد أن يضحي، فالنبي إيه وكلها للشخص ذاته. واللي قاله واجب قال لك سيدنا النبي ضحى طول ما هو في المدينة، لم يتركها سنة. طب لو خدنا برأي الواجب يقول لك لو مستطيع ضحى يا سيدي مش مشكلة، وتاكل منها وتصدق منها وتهدي منها. لكن في حديث في مسند أحمد يخوف للجماعة اللي ربنا مديهم وما دبحوش ووسعوا على الناس. قال صلى الله عليه وسلم من وجد سعة، ده إنذار وده رسالة عاجلة لمن قدر الله له الثراء والاستطاعة ثم بخل بالأضحية. بحذرك بحديث النبي قال صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني ما يصليش معانا العيد، ما يستاهلش يصلي معانا لأنه بخل على الناس والفقراء. اذبح يا عم، ولما تكون بتذبح ما تجيش في سنة وتقطع، لأن قالوا قطع العادة قلة سعادة. يا ساتر يا رب. بيبقى في ناس مستنيحة اللحمة دي. طب في ناس ممكن تبدل ده بتوكيل حد أو صك أو كذا أو كده؟ يجوز الوكالة أو الإنابة. يعني هو مش هيدبح برضه. يجوز، بس ماشي، بس هيدفع بس صك. أدى النسك. آه خلاص أدى النسك خلاص، يبقى ده خرج من الموضوع. إن استطاع أن يذبح هو
ويوزع على الأقربين سواء الأقارب نسبا أو الأقارب مكانا فهذا أولى وتلك هي السنة. إنما في جماعة في كومباوند أو برة أو في مكان راقي مش عارفين يودوا اللحمة فين أو مش أو ما يعرفش يذبح خلاص يبقى يوكل عنه. لكن الأصل أن يذبحها بنفسه. يعني تسقط عنه فكرة إنه لو واجب تسقط عنه لو هو دفع صك أو حاجة. ما أنا بقول واجب التنفيذ مش إن هو اللي يذبح، مش لازم يذبح هو. واجب إن هو يطعم أو يذبح سواء هو أو وكل غيره يجوز. طب نعمل إيه تاني في يوم عرفة أو الحجاج يعملوا إيه تاني؟ بص يا فندم يوم عرفة ده كان اسمه المكان ده اسمه نعمان. نون عين ميم ألف نون بفتح النون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليوم ده حصل فيه موقف، أغرب موقف حصل لسيدنا آدم وذريته. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق على بني آدم بنعمان يوم عرفة. إزاي رسول الله؟ قال أتى الله بآدم فاستخرج من ظهره كل نسمة ذرأها فكانوا مثل الذر. فين ده؟ على صعيد عرفات بجوار جبل الرحمة. وبعدين فقال الله لهم ألست بربكم في عالم الذر في عالم الأرواح؟ قالوا بلى. يعني احنا مؤمنين من اول ألست. جه القرآن ترجمها لنا في آية وقال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وربنا حذرهم وقالوا إيه؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فربنا خد علينا المساق يوم عرفة في صعيد إيه؟ عرفة. وبحذر الحجاج تحذير شديد اللهجة لما ربنا يكتب لك الحج وتبقى على صعيد عرفات اوعى تلعب وتتكلم وغيبة ونميمة وكل واشرب ما فيش مشكلة، ما تضيعش ثانية حتى في النوم لان هو طول قصر هو ايه؟ هو يوم واحد والله يتنزل عليك كم ساعة ويعلم هيكرره لك تاني ولا ولا لا. فما تضيعوش. سيدنا النبي يا استاذ دعاء هنختم في نص ثانيه. لما صلى في مسجد نمر يا فندم الظهر والعصر جمعا وقصرا جه بالناقه بتاعته وقف عند الصخره بجوار جبل الرحمه وظل رافعا يديه من بعد الظهر لدرجه ان يدعو، لدرجه ان النبي لما كان يخشع في الدعاء ويتشغل في الدعاء يقع منه خطام الناقه الحبل بتاعها. فالنبي يمد ايده الشمال وما ينزلش اليمين على طول كده. من امتى بقى؟ من بعد الظهر واقفا يدعو رافعا يديه حتى اذن للمغرب. ياه ده صعب قوي. ليه النبي عمل كده؟ بقول لك اوعى اوعى تضيع لحظه. اوعى. ليه بقى؟ ممكن اللحظه اللي تريحها يبقى فيها تلمس فيها دي. ما اصلا انت ما تعرفش القبول هيجي لك امتى. صحيح. بس ربنا يتقبل فضيله الشيخ وافتكرنا وانت هناك بقى باذن الله. اللهم تقبل، اللهم تقبل يا رب. عندنا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. دكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص، إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا، يعني هل ده ابتلاء؟ إننا يعني مين أحسن من مين؟ ده ابتلاء في حد ذاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية الكريمة هي الآية الثانية في سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كلمة ليبلوكم هنا مش معناها ابتلاء، معناها ليمتحنكم، ليختبركم، ليعطي لكل ذي حق حقه. وده بيفسره الحديث القدسي، قال جل وعلا وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته. احنا هنعمر في الدنيا قد ايه؟ مهما عمرنا، مهما عشنا، مهما يعني جلسنا في هذه الدار، فالدنيا مدتها قليلة. قل متاع الدنيا قليل. حتى احنا كده لما نقعد نتذاكر ونتكلم الواحد يلاقي اخر 20 سنة مروا كده ايه
هوى يعني كأنهم يعني ساعة، وده من علامات الساعة أن السنة تكون شهرا، وأن الشهر يكون أسبوعا، وأن الأسبوع يكون يوما، وأن اليوم يكون ساعة. لكن العبد الموفق هو الذي يجعل الأوقات والساعات والأنفاس واللحظات في طاعة الله. الدنيا ساعة يغتنمها. طبعا الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. كل يوم يمر علي أسأل نفسي قبل ما أنام بالليل، أنا أديت فرض ربنا اليوم 5 فرائض، صليت ولا لا؟ طب صليت جماعة ولا ما صليتش جماعة؟ طب قصرت في حق ربنا ولا لا؟ طب عملت إيه النهاردة من الصدقات؟ عملت إيه النهاردة من جبر الخاطر؟ عملت إيه من صلة الأرحام؟ كل يوم بيمر على الإنسان الصبح كده، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم في خيرا فإني لا أعود إلى يوم الدين. الله. اليوم بينادي علينا، ساعة بتمر علينا من عمرنا، كل وقت يمر على الإنسان من عمره. الله يرحمه شيخنا الشيخ محمد الغزالي قال عجبا لك يا ابن آدم تقضي ثلث عمرك نائم. تلت العمر، لو واحد عاش 90 سنة وده يعني مدة كبيرة في العمر يعني طبعا. لو عمر 90 سنة يبقى في 30 سنة نايم، 30 نايم، و15 قبل البلوغ هذا 45 سنة، و45 سنة الباقيين مطلوب منك بس كل يوم ساعة لله. لو حسبنا كده الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الأوقات اللي هنذكر فيها رب، والله ما هتكمل ساعة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وسيدنا النبي يقول إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل بيأخذ بس اللي إيه؟ اللي يكفيه في السفر، إنما يعني الزاد الحقيقي هو الذي يجهزه الإنسان للآخرة. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ هو ده الزاد الحقيقي، الزاد الحقيقي اللي بيدخر الإنسان للقاء الله. ودايما أقول اعمل خبيئة، أيوة. اعمل صدقة خفية، اعمل حاجة لا يطلع عليها إلا الله بينك وبين الله. ليه؟ لأن صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد له متكأ، حاجة يتكئ عليها. فأنت اتكئ على عمل الخير، على الصدقات، على الحاجات الخفية، على الحاجات الخبيئة اللي تنفعك بين يدي، ليوم ما يخش الإنسان القبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فربنا خلق الموت وخلق الحياة ليه؟ عشان يعطي كل واحد حقه. طب يجي يوم القيامة بقى بعد ما حسمت الأمور، وأهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالد مخلد منعم في الجنة إلى أبد الآباد، إلى ما لا منتهى له. خلاص دخل الجنة، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعدين سيدنا النبي يختم بالآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله. طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل. موسيقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. يعني حصن عرضك وحصن أولادك وحصن مالك بالصدقات الجارية والصدقات والزكوات. أنا موجود في مستشفى البر التخصصي بدمياط، موجود في قسم الحضانات، فيه جناحان يحتوى على 11 حضانة مجهزين بأحدث الأجهزة للتنفس الصناعي ولعلاج الصفرة، لعلاج ولخدمة أسيادنا من الأسر الأولى بالرعاية مجانا. زكاتك الجارية وصدقاتك الجارية وصدقاتك مع البر والتقوى. الدال على الخير كفاعله، يعني احنا يعني بندل على حاجات ممكن ما تجيش في بال حد، محدش يعرف مثلا في مستشفى في الطريق الدولي في دمياط انها بتطلع وهتعالج بالمجان، محدش يعرف. ففكره ان انا بدل الناس وبنور لهم طريقهم انه الاماكن دي محتاجه كذا، الاماكن دي محتاجه كذا، دي حاجه كويسه. احيانا بعض الناس تتضايق بقى تقول لك يعني انتوا مش هتبطلوا شحاته بقى، بيقولوا لي كده. والله هو فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، الدال على الخير كفاعله. والإنسان اللي يدل الناس على الخير وعلى أفعال الخير يعني جزاه الله كل الخير. أنا زرت مستشفى البر والتقوى في دمياط، وهي مستشفى فعلا رائعة ولا تقل أهمية عن المستشفيات اللي موجودة في القاهرة، وبتخدم مجموعة كبيرة من الناس هناك في دمياط. فكل اللي يساهم في فعل الخير هنيئا له بين يدي الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا وخذي بال حضرتك، يقولوا أهل الله من الصالحين إيه؟ ملتفت لا يصل. ما تلتفتيش لكلام الناس ليه؟ لأن صحيح. ربنا حسم القضية: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله صحيح. فمنكم من يبخل ومن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. يا سيدي إذا مش هتدفع أو هتساهم يبقى تسكت. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له إيه؟ قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم. الله، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم. كان سيدنا عمر في يوم داخل على سيدنا أبو بكر، فوجد سيدنا أبو بكر يمسكه بلسانه، ماسك لسانه كده وبيأدبه، فبقول له: ماذا تفعل يا أبا بكر؟ قال له: يا عمر، هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان أبو بكر الصديق بيقول كده، يا ساتر إحنا نقول إيه؟ عارفة لو مرينا على الأموات في المقابر وقلنا لهم دون وصية هيقولون إيه؟ لو نطقوا يعني: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. ومن أبلغ ما قيل في اللسان إن هو صغير جرمه، حجمه صغير كبير جرمه، يا ساتر خطر كبير. يا ساتر يا رب. طيب فكرة علاج المرضى دي فكرة في منتهى الرقي برضو، انه يعني انه انك تشوف مستشفى نظيفة قوي وعلى اعلى مستوى وبالمجان كلها. نعم. والله الواحد لما بيزور المستشفيات دي، وهم الحمد لله مصر عمرانة بيهم، يعني هذا من فضل الله. الحمد لله بيفرح ويغبط الناس اللي هم يعني ايه، يقول يا بختهم اللي وفي ذلك فليتنافس المتنافس. هو ده التنافس، ده التنافس. يعني لما بلاقي اوضه مثلا باسم فلان ولا كذا بتبقى حاجه جميله. رحل الانسان وبقي الاثر.
أما بنروح نزور مستشفيات ونجد مثلا سرير صدقة جارية على فلان، غرفة أو عناية مركزة أو غرفة عمليات كده صدقة كده ماشي جارية على فلان، هو كده كده ماشي زي ما قلنا. بس الإيه؟ الإنسان الناصح العاقل الفطن اللبيب اللي يترك أثر طيب يذكر فيشكر. ناس تدعي له أنه عمل عمل خير، ما احنا كلنا كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. وبعدين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إن إلى ربك المنتهى. هو ده اللي باقي، هو ده اللي هينفع الإنسان بين يدي الله جل وعلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاللي شاف التقارير وشاف المستشفى واللي شاف الفيديو اللي موجود معنا يساهم، إن لم يستطع المساهمة فلا يحرمهم من الدعاء، يدعي لمن يساهم. وكنت بقول من فترة إنه المستشفيات دي، المستشفيات اللي بالمجان، هي الأماكن اللي لو رحناها هنلاقي فيها الفقراء اللي يستحقوا بجد. صحيح، دي حقيقة. يعني هعرف هلاقي أهله قاعدين، وهبقى يعني الإطعام، الناس بتودي الإطعام في المستشفيات. صحيح. وبتودي اللبس والكساء في المستشفيات، لأنه هي أماكن خلاص يعني دي بقى كأنه فلتر، والناس بقى اتفلترت وعرفنا مين فعلا اللي محتاج بجد ولا لأ. ما هو ده توفيق ربنا. وما توفيقي إلا بالله. إن الإنسان يوفق لعمل صالح هذا فضل من ربنا. خدي بال حضرتك، سيدنا النبي لما تكلم عن حسن الخاتمة يقول إيه؟ إذا أراد الله بعبده خيرا عسله قبل موته، وفي رواية استعمله قبل موته. قالوا له كيف يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الله. واحد يوفق لإتمام مستشفى، لإنشاء عناية مركزة، لإنشاء غرفة عمليات، لحتى للمساهمة بجهاز في هذه الأماكن. فده توفيق من ربنا، توفيق للعمل الصالح. وإحنا في العشر الأيام العشر من ذي الحجة، في ناس دلوقتي كانت مقدمة على الحج وما عرفتش تطلع. أصل ده معاد، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لفلان أنه يسافر. من أذن له في التلبية يلبي. فهو بقى بيبقى زعلان. يزعل ولا ما يزعلش؟ يعمل ايه عشان يعوض اللي فاته؟ يشتاق للحج وعليه بالدعاء ويخلص العمل الصالح لله جل وعلا، ويتوب ويؤوب وينيب الى الله، ويقول له يا رب ارزقني الحج من غير حول مني ولا قوة، بحولك وقوتك يا رب. بعض الناس يا أستاذة دعاء يظن ان الحج للأغنياء بس. لا والله، كم من أناس لا يملكون من الدنيا شيئا ويسر الله لهم الحج لاشتياقهم إليه، على قدر الاشتياق وعلى قدر الحب وعلى قدر التعلق ببيت الله، ربنا بييسر الأموم. إذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له الأسباب، يسر له كل عسير، يزيل عنه العقبات. وده فضل ربنا. وربنا سبحانه وتعالى جعل للناس اللي ما راحوش الحج جعل لهم حاجات حلوة قوي تتعامل، يتشبهوا بالحجيج، زي الأضحية مثلا. اللي بيعمل أضحية، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الحجاج هناك يدفعون الهدي ويذبحون الهدي وينحرون الهدي في الحج، وهنا الناس اللي ما حجوش يتشبه بالحجيج، لا يأخذ شيء من شعر رأسه ولا من لحيته ولا من أظافره، ويتشبه بالحجيج اقتداء بهم. ويضحي ويدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين، ويجبر بخاطر الخلائق ليجبر رب الخلائق بخاطره. الله، ربنا يتقبل من الجميع. احنا بنذكر الناس بصكوك الأضحية اللي عملها البر والتقوى. نعم. اعتقد التليفونات موجودة، والناس اللي ممكن مش هتقدر يعني تذبح او تقدر تعمل اللي بيعملوه كل سنة يقدروا يدفعوا صك الأضحية. نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يسري عزام امام جامع عمرو بن العاص. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. اشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.